اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها. ويأتي اعتماد الهيئة لتلك القواعد ضمن مساعيها لتطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها للمستثمرين بجميع فئاتهم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية. ومن بين التعديلات التي جرت على قواعد طرح الأوراق المالية السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بالسوق. كما استهدفت التعديلات زيادة جاذبية السوق الموازية نمو واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين إليها. ويهدف اعتماد الهيئة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.